هذا وتواصل الحركة الاحتجاجية بالجامعات الأمريكية تظاهراتها للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، فيما ارتفع أعداد الطلاب المعتقلين لما يزيد عن 700 على مدار العشرة أيام الماضية. وللمزيد معنا الآن مباشرة من واشنطن مراسلنا كريم يسري. أهلا كريم. إذن في البداية فيما يتعلق بالموقف الأمريكي من عملية رفح المحتملة، هل ما زال هذا الموقف لإدارة بايدن على ما هو عليه؟ بالفعل رامي، ما زال موقف الإدارة الأمريكية من يعني المطالبات الإسرائيلية باقتحام رفح للقضاء على حماس، ما زالت الولايات المتحدة عند موقفها، وهو ما عبر عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصاله مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حينما يعني أكد البيت الأبيض بأن بايدن ذكر لنتنياهو أنه دون خطة إنسانية واضحة ومدروسة لن يتم الموافقة أو تأييد عملية عسكرية في رفح، خاصة أن هناك نحو أكثر من 1.5 مليون فلسطينية يتكدسون هناك، نزحوا من مختلف المدن الفلسطينية، وبالتالي أي عملية عسكرية قد تؤدي ل يعني آلاف القتلى من المدنيين، وعدم تحقيق الهدف المعلن بالنسبة للجانب الإسرائيلي وهو القضاء على عناصر حماس. وبالتالي أيضا أكد يعني وزير الخارجية بلينكن من الرياض على هذا الأمر، وذكر بأنه لا يمكن اقتحام رفح دون خطة واضحة ومدروسة من الجانب الإسرائيلي، وهو ما لم يحدث حتى الآن. لم تستطع إسرائيل حتى الآن تقديم خطة واضحة للجانب الأمريكي بشأن اقتحام رفح. واضح. أعتقد كريم هنا يجب أن نتحدث عن مسألة ربما الاحتجاجات المتواصلة في الجامعات، طالما أن ورقك على ما يبدو مظاهر التخييم والاحتجاج، وهذا يقودنا أيضا للحديث عن موقف إدارة بايدن من هذه الاحتجاجات المتواصلة هنا. البيت الأبيض أوضح بأن الرئيس جو بايدن بالتأكيد يعني يؤيد فكرة حرية الرأي والتعبير عن الرأي بالجامعات. لم تخرج تصريحات حقا يعني محددة ودقيقة من قبل البيت الأبيض حول رأي الرئيس جو بايدن في المطالبات الخاصة بأعضاء الكونغرس الأمريكي باستدعاء الحرس الوطني لإنهاء اعتصامات الجامعات. دعنا أيضا يعني نرصد آخر تطورات الأوضاع بالنسبة لمختلف الجامعات الأمريكية. دعنا نبدأ من هنا من جامعة جورج واشنطن في قلب العاصمة الأمريكية. مساء أمس يعني ربما كنت تتابع معي على مدار الأيام الماضية، كان هناك هذا السياج يحيط بمنطقة الاعتصام، لم نستطع الدخول إلى منتصف أو إلى داخل الاعتصام على مدار الأيام الماضية بسبب محاصرة الشرطة وإقامتها شرطة الجامعة لسياج حول مكان الاعتصام. أمس حاولت الشرطة القبض على أحد الطلبة، لكن يعني وجد ذلك باحتجاجات يعني من قبل الطلبة، وعلى إثرها قاموا بإزاحة كافة هذه يعني هذا السياج الذي وضعته الشرطة ووضعوه هنا في منتصف الاعتصام، ربما إشارة لانتصارهم على شرطة الجامعة حتى الآن. ننتقل من واشنطن إلى نيويورك، وهناك أيضا رامي الأوضاع ربما أكثر يعني قد تكون أكثر عنفا، لأن هناك تهديد من قبل إدارة جامعة كولومبيا بنيويورك بإخلاء يعني الاعتصام في الثانية ظهرا تقريبا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، أي بعد نحو نصف الساعة من الآن هو الموعد النهائي لإخلاء الطلاب أو إنهاء الطلاب لاعتصامهم بالجامعة، وإلا ستتدخل الشرطة. الأمر ربما مغاير بين نيويورك وهنا في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث ترفض شرطة العاصمة التدخل في يعني الاعتصام أو محاولة القبض على الطلبة أو إنهاء هذا الاعتصام بالقوة بشكل عام. قبض على مئات الطلبة من مختلف الجامعات الأمريكية، أكثر من 70 جامعة شاركت في الاعتصامات، وما زال حتى الآن لا توجد ربما نقاط مشتركة أو أرض مشتركة بين يعني رؤساء الجامعات والطلبة المعتصمين. فقط كريم، في سؤال أخير باختصار لو سمحت هنا حتى نوضح، هل هذه الاحتجاجات تقتصر فقط على الطلاب يعني أم هناك ربما أطراف أخرى يمكن أن تشارك من الخارج هنا؟
بالفعل هناك عدد كبير من أساتذة الجامعات يشاركون في هذه التظاهرات، وتم القبض على عدد منهم يعني أثناء الاحتجاجات على مدار الأيام الماضية، يشاركون طلابهم الرؤى المتعلقة بما يحدث في غزة، أنه لا يمكن يعني قتل مزيد من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، أنه يجب على الإدارة الأمريكية أن توضح موقفها بشكل واضح أو تناصر يعني جزء كبير من المجتمع الأمريكي بالضغط أكبر على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب وإنهاء البرامج المشتركة بين كل الجماعات مع الحكومة والجيش الإسرائيلي. واضح، شكرا جزيلا لك كريم على كل هذه التفاصيل والمعلومات. إذن كان معنا مباشرة من واشنطن مراسلنا كريم يسري.